هذا واحد الافطار جماعي كتنظمو جمعيه المبادره للتضامن الاجتماعي بالشراكه مع مطعم لو دوك في الدار البيضاء. الهدف منه هو احياء هذه الليله المباركه ونفرحوا هذه الوليدات وهذه الامهات هذه الايتام والارامل، نجيبوهم من واحد المطعم خمس نجوم في المستوى باش حتى هما يتبرعوا ويشوفوا هذه يعني المسائل اللي زوينه في الحياه، ونشكروهم ونشجعوهم على الاجتهاد ديالهم، لان هاد الوليدات كلهم كيقراو والحمد لله كلهم كيقراو كيجتهدوا، والامهات ديالهم كيجتهدوا معاهم باش يوصلوا اعلى المراتب. وطبعا جمعيه المبادره للتضامن الاجتماعي من اهداف ديالها الاساسيه هي تقويه القدرات ديال هاد الوليدات، تقويه القدرات ديال الوليدات ديال البنات والدراري والامهات ديالهم باش يوصلوا لاعلى المراتب. كيفاش نقويو هاد القدرات؟ اولا بالتمدرس وبالعلم وبالتربيه، لان هذا هو الاساس اللي يمكن يعني هاد الوليدات يخرجوا من الفقر ومن الهشاشه ويرتقيوا في المجتمع، وهذا هو المطلوب باش يكونوا صالحين مصلحين لانفسهم ولمجتمعهم ولامتهم وللعالم كله. هذا هو اللي بغينا نقوي يعني الانسان المغربي بالعلم وبالاجتهاد وبالعمل. كنعرفوا ان شهر رمضان هو شهر ديال العمل وديال الجهد وديال الجد وديال الاجتهاد، وبغينا هاد الوليدات يعني نشجعوهم على مسار وعلى درب الجد والاجتهاد والتمدرس والقرايه، لان القرايه هي السبيل الوحيد باش هاد الوليدات يخرجوا من الفقر والهشاشه. بطبيعه الحال حنا كنشجعوا كل الجمعيات باش يمشيوا عند هاد الوليدات، يجيبوهم الديور ديالهم، يخرجوهم، يجيبوهم بحال المحلات اللي زوينه وممتازه باش حتى هما يعرفوا اشنو كاين في المجتمع ويعرفوا المسائل الزوينه في المجتمع، ونشجعوهم باش دائما يجتهدوا ودائما يطلعوا لاعلى المراتب ويرتقوا بالمستوى ديالهم العلمي والمعرفي. وهذا هو الخلاص وهذا هو الاساس يعني للاندماج في المجتمع بشكل ايجابي. كان عندنا واحد الافطار جماعي ديال واحد الدار ديال الايتام، دخلنا لهم الفرحه ديالهم، وكانت عندنا بارتناريا مع الجمعيه بحيث اننا خلينا لهم الاسباس ديال المقهى يديروا فيه ما بغاو، وهذه واحد المبادره زوينه يعني للجمعيات اللي تيديروا تيدخلوا هذه الفرحه للايتام وتيخرجوهم وتيفرحوهم. كل مطعم ديالنا مفتوح لهم في اي وقت، يقدروا اللي عنده هذه الانيسياتيفيتي يجي يديرها، مرحبا بهم.